اوكي مظلومه طبق قواتي مش طبقتك بس انا يعني بواخذك على شغلي او مش بواخذك يعني بلومك سوري بلومك على شغلي شفت الطبق قواتي بالتاني كوبلي غني السكوند فوا تبعه يعني حسيتي قواتي عليك تزاكي عليها هلا هي اكيد قواتي انه مش طبقي طبقه الفنان بس انه انا برايي بالتاني كوبلي كيفيك تعملي السكند فويس الارموني تبعه بس انا بالنسبه لي هذه ضدك بيرفورمانس ما رح اعطيكي اساس من يعني ما رح شو مثل بيقولوا ما بدي اعمل اساس يعني اساس تبعي على اساس هالغنية because that song is يعني unfairly chosen for you ما رح علق كثير لانه هالبرفورمانس ضدك Thank you.
انا عم باكل كنافه قد ما حلوه بيرفورمانس عم باكل كنافه لا يا شو عم بزقب هون شو عم بزقب له خير بعذر وبضحك يا اخي ليه انا عم باكل مع انه كثير هيدي قله اخلاق يعني بس سخنوا لا لا طيبه هيك اوكي ليه حياتي راضيه انت مشان ما تبي مرقه روحي رقبتي راضيه ساتسفايد ما بعرف كمان اذا انت ما بتعرفي مين بيعرف نطرة انت تقلي خدي ورده نتفيها مثل ما عم تعمل هلا ابتسام واسالي حالك منيحه مش منيحه منيحه مش منيحه اعطيها ورده بالنسبه لإلك نو كومنت عم جرب اكل كنافه لانه كنافه حلوه طيبه هلا لا بلا يعني ما حبيت برافو هيك بيقول نو كومنت نرجع للغنيه ليكي انت عم تنقي اول شيء مش انت يعني عم بنقولك بس نرجع لغنيه سينجل ليديز ولورا سيم كومنتس اعطيتك اياهم قبل رجعت وقفتي فيهم هلا شو كاتب لك جات هون تتذكرين شيء ركزت اكثر بالدانس والغنى ما كان بيرفكت رح اقول لك شو يو نو بيونسي بعدك يعني ليكي بلامورا هذيك عملتيها شو اسمها لامورا الامريكانا لامورا غنيه ما بدها مغنى ما بدها هيدا المغنى هالنوع المغنى مشان هيك ابدعتي لانه ما كان بدها كثير مغنى بس البرفورمنس تبعك غنيتي حلو البرفورمنس تبعك از اكتينج كدانسينج وكميزان سين كنتي رائعه قلت لي حلو بس هالغنيه بدها مغنى وبعدك شكلك منك مؤهله يعني رجعتي وقعتي بمشكله سينجل ليديز هي ذاتها تبع بيونسي مغنى اغاني بيونسي مش منه مزحه انتبهي مشان هيك يعني انا بعتبر هيدا فشل هون هالبرفورمنس فشل لإلك لانه نرجع حقلك الجود ورجع لك الباد بيرفكت شو انرجي دانس هايب كله بالنسبه لي حلوين عندك اياهم هدول هيدي اصلا انت عندك اياهم يعني مثل ما بقول ما تربحيني جميله فهمت شو قصدي انت اصلا عندك اياهم فما تربحيني جميله فيهم انا بالنسبه لي صاروا اكسسوار بس هدول فيكي اصلا انت عندك اياهم صار بدنا اكثر اخبطي ايه ده اخبطي سخنه كلمه اخبط كثير كبيره انتبه اخبط ما بتستعمل عندنا في مصر يعني اضرب شو اخبط اضرب اضرب يعني كل دي اه والله حرمه بدك ريلاكس اوكي بدك ريلاكس انا بجي انا بجي خليني كمل مروحه هيك في عم حس انه مشوبه ايه حبيبي في جيب لي كاين من كلك ذوق ميرسي كاين فاللي قلت لك اياه هو التالي انت ابدعتي بهداك بهداك برايم لانه غنيه ما كان بدها مغنى كثير كنت توفقتي بين المغنى والاكتينج هون ماني كوفقه بالمغنى بس موفقه بالاكتينج بس ماني طالب منك بقى اكتينج بكوز انا عارف انه انت عندك اياهم اي دونت نيد ذم ناو عايز اكثر مغنى ماني يعني بيونسي جاب لك اياه بعد لك اياهم تذكريهم بيونسي كثير بفوتوا بموضوع قد ايه اهلوها فيزيكلي ما تصرف كل النفس تبعها على الركض وعلى الرقص وعلى النطنطة لأنه غنية بدها مغنى بدها تكون غنية بدها مغنى بدك تخلي شوية نفس عندي يافتو عندي يكون ريزيرف مغ... لا خلاص ثانكس لازم يكون عندك كمية نفس إناف تكملي هالنوع المغنى مرجلتي بهيديك لأنه ما فيها كتير مغنى هيدي هيدي فيها كتير مغنى بدها أقل أكتينج أو بدك تكوني مؤهلة جسديا ومعنويا ونفسيا إنك تعملي أكتينج بقوة التمثيل الأكتينج بقوة المغنى مغنيك كان ضعيف جدا 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 مش مسموح ليا عم تتمرن قلت لك عنه ما تمرنتي جربتيها على التريدميل لا وتجيبي غنية بتحبيها كتير وتغنيها انت عم ترقدي على التريدميل بس انت عم بتهرولي مش ترقدي لانه بكير على ركض انا برايي انت عم تتمشي انت عم تعملي مشي سريع لا 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 تقول endurance تبعك ما ناقصه يعني خلصت الغنيه راح نفسي رايحه الغنيه يعني او عاده عم تغني تحت كل الوقت صار في كل نفس تبعك